السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الشباب وأيتها الشابات في كل زمان وفي كل مكان، وأنا أحدثكم ومن خلفي المحيط الهندي في مدينة تانجا في جنوب تنزانيا. لماذا نحن هنا في هذه المدينة؟ ولماذا أتكلم وأتحدث إليكم ومن خلفي هذا المحيط العظيم؟ هذا المحيط العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنا لكي يخدمنا، خلقه الله سبحانه وتعالى لنا لكي يكون لنا معينا في هذه الدنيا، لكي يكون لنا ميسرا لعملنا في هذه الدنيا، لكي يكون لنا مقبلا علينا بكنوزه وخيراته وعلومه وأسراره وتواريخه. ولقد شهد هذا المحيط ما لم نشهد، ولقد سمع ما لم نسمع، وقد علم ما لم نعلم، وفيه من الأسرار والحكايات ما لم ندركها وما لم تسجلها كتب التاريخ وموسوعات التاريخ. ومع ذلك إنه يقول لنا: أنا هنا كي أخدمكم، فأين أنتم مني أيها الشباب والشابات؟ أنا أتي فقط للمحيط كي نتنزه، أنا أتي فقط للمحيط كي نلعب ونلهو ونسبح، أنا أتي فقط للمحيط كي نعصي الله سبحانه وتعالى، أنا أتي فقط للمحيط كي نكون في نزهة أو في مندوحة أو في مقولة نتنظر بها أمام الناس حينما نرجع. أين نحن من المحيط؟ أين نحن من كل هذه المخلوقات العظيمة التي ترونها من خلفي هنا في هذا المكان الجميل وهذه الأرض الجميلة؟ أين نحن؟ وتلتقي السماء مع المحيط مع الأرض مع الجزر في هذا المنظر الجميل البديع الذي ترونه من خلفي. أين نحن أيها الشباب؟ هل الحياة فسحة؟ هل الحياة نزهة؟ هل الحياة أضحوكة نعيشها؟ أم للحياة أسرار وللحياة أركان وللحياة مبدعات وللحياة لنا بناءات عظيمة نستطيع أن نبنيها من أجل إسعاد الخلائق ومن أجل إسعاد رب الخلائق سبحانه وتعالى؟ المحيط سيشكو الله سبحانه وتعالى، سيشكون إلى الله لأننا لم نركبه لكي نكتشف أسراره، لأننا لم نركبه لكي نعلي قيمته وقامته التي جعلها الله سبحانه وتعالى خبيئة دفينة في أعماق أسراره. المحيط من وراءنا ينظر إلينا ويقول: أين أنتم أيها الشباب؟ أين أنتم في لهوكم ولعبكم ومرحكم وجريكم وإضاعتكم لمقدراتكم؟ أين أنتم في خلافاتكم؟ أين أنتم في قتلكم لبعضكم البعض؟ أين أنتم في كل ما نراه وأنتم زهرة أمل الإنسانية في كل مكان وفي كل زمان؟ أين أنتم يا أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أبناء موسى وعيسى وإبراهيم، يا أبناء يوسف عليهم السلام أجمعين؟ أين أنتم من هؤلاء الرسل العظام وهؤلاء الأنبياء سبحانه وتعالى قد أرسلهم إلينا هادين لنهتدي بهديهم؟ أين نحن؟ أين نحن؟ أين نحن من كل ما أتى به الرسل والأنبياء والصالحين والمصلحين والعلماء؟ أين هذا شاهد علينا؟ هذا شاهد علينا. المحيط يشهد على كل ما نقوم به، يشهد على كل من يعبره، يشهد على كل من مات فيه ولم يعبره، يشهد على كنوزه وتاريخه وثقافته. فالمحيط ثقافة، والمحيط لغة، والمحيط تواريخ، والمحيط كنوز، ونحن بعيدين عنها كل البعد. لما؟ لله والخلافات. أمة عظيمة قتلتها الخلافات، أمة عظيمة قتلتها الأحقاد، أمة عظيمة قتلتها الإقليميات والعرقيات والقبليات، أمة عظيمة لم تصبح عظيمة بعد لأنها نحت
وبعدت عن 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 دلائل عظمتها بالقبلية والعرقية والأنانية والأخلاق التي لم تكن تعرفها أبناء لم يكن يعرفها أبناء هذه الأمة من قبل وما عرفوها حينما صنعوا مثل هذه الحضارات على وجه المعمورة واحترموا ليس لأنهم أغنياء بل احترموا لأنهم علماء لأنهم مثقفون لأنهم مثقفين لأنهم طلبة للعلم لأنهم متواضعون لأنهم معلمون للبشرية لأنهم محبون للبشرية. هؤلاء كانوا الشباب في الماضي شباب أمة عظيمة. أين نحن من شبابنا اليوم الذين لا يعرفون شيئا عن شباب الأمة التي صنعوا لها هذا التاريخ من قبل؟ ندائي إليكم أيها الشباب من هذه البقعة الجميلة التي تلتقي فيها خلائق الله سبحانه وتعالى مسبحة وموحدة ومتعبدة لله سبحانه وتعالى. ندائي لكم اليوم أيها الشباب وأيها الشابات أن تقيموا ما أراد الله لنا أن نقيمه على ظهر هذه المعمورة. نقيم السلام، نقيم العدل، نقيم الحرية، نقيم الإخاء، نقيم المساواة، نحارب الظلم، نحارب الظلمات، نبني مجتمعات، نبني حياة كريمة جديدة لكل مخلوق، لكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كي تقف هذه المخلوقات أمام الله سبحانه وتعالى يوم الدين قائلة له وشهادة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن شبابنا هم من أقاموا الحق، أقاموا الحق والعدل والمساواة بين الأجناس وبين الشعوب، ليسوا من خلال عرقيتهم ومن خلال قوميتهم ومن خلال قبليتهم ومن خلال عائليتهم ومن خلال أنانيتهم قتلوا البشر ودمروا مقدرات الشعوب. الأمل العظيم فيكم وأنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى لن أيأس على الإطلاق ولن نيأس على الإطلاق ولن نجعل اليأس ديدنا أو صفة من صفاتنا، بل سنجعل الأمل والحب والإصرار والمثابرة والتوكل على الله والعزيمة هي صفاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع العلم والخلق الكريم والتواضع وحب الخير للناس أجمعين. هيا 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 لنعجز العالم بما سيراه منا في هذه البقعة وفي كل بقعة نذهب إليها لكي تشهد علينا وتشهد لنا وتكون معنا أمام الله سبحانه وتعالى قائلة له يا الله سبحانك وتعالى هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم الخليل ويوسف ويعقوب وكل هؤلاء الأنبياء العظماء، إنما هم أتوا هنا للمحيط لكي يحدثون المحيط ويتكلمون مع المحيط بلغتهم التي يفهمها المحيط وبلغة المحيط التي يفهمونها، قائلين له نحن بنات هذه الحضارات والثقافات ونحن من سنزيل عن العالم عناء هذا الظلم وهذا الحقد وهذه المثالب التي يقوم بها من ادعوا الحرية وادعوا العدالة وادعوا المساواة وهم كاذبون منافقون مدلسون. فهيا بنا نبدأ ولن نعجز ولن يعجزنا أحد، وأنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى حينما أذهب لأراكم تسبقونني. فهيا بنا ولن يعجزنا أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.